ذهب برنامجنا إلى ماراكانا لمقابلة الرجل الذي صنع اسما من الكرات الثابتة، اللاعب السابق في المنتخب البرازيلي جونينيو. باتيو جونينيو، يبلغ الآن العمر 40 عاما، وقد اعتزل اللاعب السابق عندما كان في صفوف نادي فاسكو عام 2013. سجل جونينيو من 76 ركلة حرة خلال مسيرته، وهو الآن يعمل في الإعلام. على الرغم من إنهاء مسيرته منذ عامين، إلا أنه لا زال يتمتع بالقدرة التي جعلته في السابق أفضل من ينفذ الركلات الثابتة. يمكنني أن أبقى هنا حتى صباح اليوم التالي أسدد الكرات. السر هو أنك لا تستطيع أن تأتي بلاعب لا يجيد اللعب وتحوله إلى اختصاص ركلات حرة، بل يجب أن تأتي بشخص يتمتع بالفنيات ويمكنه أن يسدد الكرة بشكل جيد. وقررنا أن نمتحن جونينيو. سوف أسدد الكرة فوق حائط الصد بالجهة الداخلية للقدم. سوف أخاطر بوضع المزيد من القوة لأرى إن كانت ستذهب أعلى. إذا انطلقت الكرة بقوة واحترم حائط الصد المسافة المفروضة، فستكون كرة صعبة على الحارس لأنها ستكون سريعة. لقد استخدم نجم ليون السابق العديد من الطرق لتزيد الكرات من وضعيات صعبة. في هذا المثال جمع بين فن التزيد والقوة بطريقة ارتفعت كلتا قدماه عن الأرض في الوقت نفسه. إن الطريقة التي يسدد بها الكرة لا تحدد فقط قوتها واتجاهها، بل أيضا الطريقة التي تنتقل فيها في الهواء.